ازيكم يا شباب، معاكم عمر عبد الرحمن. ودلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن الديفينيت انتجرالز. في الفيديو اللي فات لو فاكرين كنا اتكلمنا عن ريمان سم وعرفنا ايه فكرته واستخداماته. لو ما كنتش لسه شفت الفيديو دوت خش شوفه، هتلاقيني حاطط لينك في الديسكريبشن عشان هنبني عليه كل كلامنا النهارده باذن الله. كلامنا المره اللي فاتت كان كله عن كيرفات فوق الاكس اكسس. ايه اللي هيحصل يا ترى لو الكيرف كان فيه جزء تحت الاكس اكسس؟ تعالوا ناخد كيرف زي دوت كده، واي ايكوال 1 ماينس اكس سكويرد من 1 لغايه 3. كنا بنعمل ايه عشان نحل حاجه زي كده؟ كنا بنحط القانون بتاعنا ونروح معوضين فيه بالاكس كي ستارز اللي عندنا، وبعدين نحط الارقام بتاعتنا في الايكويشن الاصليه، في الاخر يطلع لنا الاريا اللي هي هنا هتطلع نيجاتيف 6.625. طب ليه المره دي طلعت لنا الاريا بالنيجاتيف؟ ويعني ايه اصلا اريا نيجاتيف؟ طلعت لها بالنيجاتيف عشان انا بعوض في الايكويشن بتاعت الكيرف وبعدين اضرب الرقم دوت في القاعده بتاعت المستطيل او اللي هي دلتا اكس. المره دي الكيرف بتاعي تحت الاكس، فالقيم اللي تطلع لي بالنيجاتيف. يبقى يعني ايه نيجاتيف اريا؟ يعني مساحه تحت الاكس اكسس. جميل، تعالى ناخد كيرف فيه الاثنين، شويه فوق الاكس وشويه تحتيه. لو جينا حسبنا الليفت ريمان سام دوت من واحد من صفر لغايه واحد ونص هنلاقيه ب 0.875. لو حسبنا الرايت ريمان سام من واحد ونص لغايه 3 هنلاقيه بنيجاتيف 4.75. لما نجمعهم على بعض هيطلع لنا في الاخر من صفر لغايه 3 بنيجاتيف 3.875. كده نقدر نستنتج ايه بقى من الكلام البسيط دوت؟ نقدر نستنتج ان مفهوم النت اريا، ودي عبارة عن مجموع مساحات الكيرف اللي فوق الاكس اكسس ناقص مجموع مساحات الكيرف اللي تحت الاكس اكسس. ممكن هنا يطرق سؤال في ذهنكم، النت اريا دي تفرق فيها عن الاريا العادية اللي كلنا عارفينها؟ النت اريا لسه قايلين عليها اللي هي هنا مثلا عبارة عن مساحة اللي فوق ناقص اللي تحت. طب لو انا حابب احسب المساحة كلها، او بمعنى اصح احسب اللي فوق زائد اللي تحت، او بمعنى ادق ان اجيب اللي تحت اطلعه فوق كده علشان لما اعمل ريمان سم مرة واحدة يطلع لي كله بالبوزيتيف، ما افضلش اقسمه جزء اجزاء واخد دوت زائد دوت والكلام ده كله. طيب لو انا عايز اعمل كده بكل بساطة بنقوم عاملين كده، بنحط الفانكشن بتاعنا جوه ابسوليوت، وكده اي حتة في الفانكشن كانت اصلها تحت الاكس اكسس بتطلع فوق الاكس اكسس، ويبقى الحل بتاعي كله يطلع في البوزيتيف مرة واحدة. دي كده هيحسب لي الاريا اللي هو اللي على اليمين، واللي على الشمال هيحسب لي النت اريا اللي هو اللي فوق ماينس اللي تحت. طيب فاكرين في الفيديو اللي فات لما قلنا ان الكالكولس عباره عن ديفرنشيشن وانتجريشن، والانتجريشن دوت هو اللي بيحسب لنا المساحه اللي تحت الكيرف؟ احنا من ساعتها لحد دلوقتي بنتكلم في ريمان بس، فين بقى الانتجريشن دوت وايه علاقته بريمان؟ تعالوا نشوف سوا. تعالوا ناخد كيرف زي دوت، حلو، ونحط القانون بتاع ريمان سم اللي هو اللي احنا بنشتغل بيه. هنزود الان مره والتانيه، مش كده انا عمال بدوت في الان، فاكني باخد الليمت لما الان تنز او بتقرب يعني للانفينيتي. تعالوا نزودها تاني وركزوا مع المستطيلات بيحصل فيها ايه. ادي مره والتانيه، واخدين بالكم عرض المستطيل او سمكه بيقل؟ يعني هي لو قلنا ان احنا خدنا الليمت لما الدلتا اكس تنز تو زيرو، وبتتكتب دلتا بس زي ما مكتوب كده دوت، او دلتا اكس هي مش تفرق. تعالوا نزود مره اخيره عشان ما يبقاش عندنا اي حاجه من المساحات البيضاء الصغيره اللي فاضله لنا ديت. كده نبقى وصلنا درجه كبيره جدا من الدقه اللي احنا عايزين نوصلها. ولو وصلنا فعلا لحد الانفينيتي بقى عندنا عدد لا نهائي من المستطيلات ديت او من الريجنز، هنوصل للمساحه بالظبط من غير اي ايرور. احنا نعمل كل ده ليه بقى؟ كل ده عشان اقول لك ان العلماء حبوا يريحوك، بدل ما كل مره تكتب قانون قد كده ليميت وسيجما واف اوف اكس كي ستار والكلام الكبير ده كله، ممكن تنسى منه جزئيه وما تعرفش تعوض فيه والكلام ده كله، هنكتب القانون بتاعنا كده. القانونين بتوع الليمت فوق دول بيجيبوا لنا المساحه بالظبط، كذلك الانتجريشن دوت هو اختصار للقانون الكبير اللي فوق ده، حرف اس بس مبطوط شويه اختصارا لكلمه سم، لان هو بيجمع مستطيلات برضه، واف اكس اللي هي في الفانكشن بتاعتي ديت هي اف اوف اكس كي ستار اللي كانت فوق، والدي اكس اللي عندي هنا ديت هي الدلتا اكس اللي كانت فوق برضه. يبقى من هنا ورايح بدل ما نكتب سيجما وليمت والكلام الكبير دوت هنعمل كده بس، نحط علامه الانتجريشن دي ونحط الليمت بتاعتنا الاي والبي. ونقطه مهمه برضه ان الاكس ديت مش شرط تفضل اكس، الاكس هنا احنا بنسميها دامي فاريبل، ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى اف اوف سيتا دي سيتا، او اف اوف لامدا دي لامدا، او اي حاجه. المهم ان لو في اف اوف حاجه يبقى دي نفس الحاجه، اف اوف اكس يبقى دي اكس، اف اوف سيتا يبقى دي سيتا، اف اوف لامدا يبقى دي لامدا. اخر نقطه معانا هي ملحوظه صغيره، وهي ان الفانكشن عشان اقدر اعمل له انتجريشن لازم يكون كونتينوس اوفر الانترفال من ال بي اللي هو اللي عندنا دوت. يعني حاجه زي دي كده مثلا لما يقول لي انتجريشن 1 over x من negative 1 لغاية 1
انا عندي اصلا الفانكشن دوت ما هوش كونتينوس عند الزيرو، ما هوش موجود اصلا بانفينيتي عند الزيرو، يبقى الكلام دوت مش موجود، doesn't exist. بس هو تنسوا وسط زحمة الكلام ده كله ان الانتجريشن في الاول وفي الاخر هو عبارة عن اريا لسه زي ما هو، وده بيخليني في اسئلة زي دي مثلا مش محتاج لسه اقعد اعمل انتجريشن واحسب واعمل، هما على طول مثلثين، اللي فوق ناقص اللي تحت، شكرا السؤال خلص. طب الانتجريشن ده زيه زي اي حاجة في الماث، ليه خصائص ليه بروبرتيز، تعالوا نعرف ثلاثة منهم. اول حاجة بتقول ان لو عايز اشقلب الليميتس بتاعت الانتجريشن بزود نيجاتيف بس. لو حابين نفهم ليه النيجاتيف دوت موجود، خلونا نتصور مثلا ان احنا عندنا جراف بين مكان واحد، مكان بني ادم يعني، والوقت، حلو، وبقول لك انه من الثانيه الثالثه للثانيه الخامسه مش 4 متر مثلا لقدام. لو انت قلت لي احسب لي مش قد ايه من الثانيه الخامسه للثانيه الثالثه، اكني بعمل ريوايند للي حصل ومشيه بالعكس، فاقول لك ان هو رجع 4 متر لورا، ومن هنا جه النيجاتيف ده، العكس باختصار. القانون التاني بسيط جدا، لو الليمت بتاعي فوق هو هو تحت، يبقى انا واقف في مكاني، انا اصلا ما عنديش اريا بحسبها، ما عنديش حاجه بحسب لها مساحتها، يبقى الانتجرال عندي بزيرو. تالت قانون معانا هنرسمه الاول عشان نفهمه بكل بساطه. المساحه دي تفرق اي حاجه عن المساحتين دول مع بعض؟ ما تفرقش. وهو ده باختصار القانون التالت اللي عندنا، ان اقدر اقسم الليمت بتاعت الانتجريشن بتاعي عادي ويطلع لي نفس المساحه او نفس الرقم. فاضل لنا حاجتين بديهيتين جدا. لو عندي فانكشن زي ده كده ايا كان هو ايه وايا كانت الليمت بتاعتي ايه، هي لو جيت من عند الابسولوت مينيمم والابسولوت ماكسيمم وخدت خط من عند كل واحد فيهم بالعرض، بعد كده احسب مساحه المستطيل الصغير اللي قاعدته بي ماينس اي وارتفاعه ام سمول، واحسب مساحه المستطيل الكبير اللي قاعدته بي ماينس اي وارتفاعه ام كابيتال، بيقول لك يا سيدي انه بكل اختصار وبكل بديهيه ان مساحه الكيرف بتاعك او نتيجه الانتجريشن اللي انت عايز تعمله ده اكيد بين الاثنين دول اصغر من الاصفر ده واكبر من البنفسجي اللي على الشمال ده. بس كده. اخر حاجه معانا بتقول ان والله لو انت عندك اتنين فانكشنز منهم واحد اعلى او قيمه اكبر من التاني على انترفال معين، يبقى الانتجريشن بتاع الاكبر اكيد هيطلع قيمته اكبر من الانتجريشن بتاع الفانكشن التاني الصغير. وكده نكون خلصنا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تقولوا رايكم في الفيديو، وشكرا.